كنتمنى للمنتخب نهار الخميس مع كندا، انا غنكون ان شاء الله في كندا في هذاك النهار غنكون بين في السماء. كنتمنى انني لما نزل نسمع خبر جميل على انتصار المنتخب المغربي ان شاء الله. ضروري انا اللي قوست عليهم باش نفحوش مسافر حمر في حس بلجيكا بيان سور غنتبع المنتخب ديالنا مع كندا. مع كندا ضروري غادي نتفرج وغنشجعهم، وانا حاسه انهم غادي يروحوا حتى المره ان شاء الله. وتبارك الله عليهم وفيفا مروكو. عفوا. شكرا. وهذا هذه بلجيكيه ديالهم تاع دوسوش بلج اللي كان تلقيتها وقالت لي فيليسيتاسيون با فوز افي غاني كلا مي يافي فوالا دي شوز كي نو فون با بليزير او ا سو فوتبول parce que le football c'est de la compétition, c'est l'esprit sportif. Non, c'est pas grave, même s'il y a eu des incidents, c'est la vie. الناس شوف كيفاش هما كيشوفوا، يعني هذا الشيء كلشي كيدخل في الحياه. كان شغب، كانوا افعال اللي لا ترضي. واش من المغاربه واش كانوا شي وحدين تحسبوا علينا حنا؟ ربما هما قاموا بلي توسيخه ولي تلطيخ السمعه ديال المغاربه. كاين اشياء اللي هذا، واكثر من هذا انا مع التربيه لان فين ما كتعيش خاص كل واحد يربي اللي عنده شي حاجه يربيها حتى نقدروا يكونوا عندنا يعني فهمتي الاجيال القادمه وهذا الشباب وهذا الوليدات يكونوا مشحونين باشياء يعني زوينه وهذا. ما الا كنتي غير ولد وطلق كيف كيقولوا الناس الاولين، ولد وطلق فيه غطلق، ما عرفش هذاك الشيء شنو غادي باش غيتشبع، شنو هي الحوايج اللي غادي يقدر يعني يتلقى معها في الشارع. فنراعي ولاد المسائل هذه، لان الرياضه عموما هي رياضه اللي كنقولوا العقل السليم في الجسم السليم، يعني كنطريدوا باش يكون عندنا عقل زوين، ماشي كنطريدوا باش نوليو وحوش. هادشي اللي كاين، حنا كاملين مغاربه، حنا هاد الحس الانساني والوطني خصو يكون عندنا كاملين. فكتلقى ملي كيكون منتخب كيشرف يعني منتخب ملي كيكونش كيشرف يعني لا 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 يعني المملكه المغربيه في شي مسابقه بحال دابا كنتكلموا على لا كوب دي موند. لا كوب دي موند كوم لو نو ديالها لانديك، فهذا يعني هذا حدث، هذا حفل عالمي ما يمكنش شي واحد ما يتفرج فيه واخا ما يكونش عندك مع الكره. فبالنسبه لي انا المنتخب كنتمنى له يعني التوفيق. ريسامون كانت لو ماتش افيك لا بلجيك، فبالنسبه لي واخا كون خرجوا تعادل بالنسبه لي لعبوا وما كانتش فين نقدروا ننتقدوهم. خرجنا بدو بيت صافي بليزير، كنتمنى لهم التوفيق وكنشكر الدراري كاملين اللي تقاتلوا في الماتش، اللعابه كاملين بقياده يعني المايسترو وليد ركراكي. فكنتمنى لهم التوفيق في الماتش بروشان وما كرهناش يربحوه وندوزو ونربحو دوطخ ماتش ونشرفوا البلاد ونهزوا الرايه الفوق. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين فبراير وتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي.